السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سؤال: هل يمكنني تركيب المحرك هذا 1.5 دي سي الدمرار من قدام او الستارتر او المرش من الامام مكان اللي هي فيها المرش او الدمرار من الخلف؟ هل يمكنني تركيب المحرك هذا مكان هذا؟ الجواب إن شاء الله بعد الشرح على المحرك الثاني. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. عندنا هذه زوز موتورات، واحد ميغان واحد كليو دي سي 1.5 دي سي. حبيت أعطيكم فكرة يعني شو الفرق ما بيناتهم في حاجات خفيفة مش كبيرة، وفي نفس الوقت نتعرفوا على الموتور هذا. هذا عندنا المحرك متعمل، هذا نتاع ميغان، هذا دوريجين ميغان، هذا دوريجين كهربته ميغان. يفرقوا من عندك من الامام، فاش يفرقوا ان هذا المحرك نتاع الميغان. الكليماتيزر ماهوش كيف كيف هنا، الكليماتيزر مش كيف كيف، والانترناتير ماهوش كيف كيف. يعني يفرقوا في الانترناتير وفي الكليماتيزر، ما بين الميغان ولا في الفيكساسيون نتاعها، ما بين الميغان والكليو. مثلا هذا ميغان دوريجين، هذا يمشي ميغان دو دوريجين، يعني اللي هو ما عادش بالضبط تلقى 105 شيفو او 100 شيفو او 110 شيفو. يعني خاطر ما نعرفوش الا بالكهرباء نتاعو في الكارت نتاعو، ولا خاطر في البلوك لا مام ريفيرونس ولا مام نومرو. يعني هما بيديهم ساموتور. ان شاء الله يعني تفهموها العاميه وتعجبكم. انا حبيت نفسر بالعربي وبالفرنساوي شوي على قد ما نقدر، والناس اللي تقول لي يعني تكلم باللغه العربيه الفصحى، اظني ما فيش اكثر من هيك من اللغه العربيه الفصحى. ما عنديش ما نجيش نتكلم يعني، خاطر الميكانيك بصفه عامه او الالكترونيك بصفه عامه ما عندناش اسامي ما عندناش اسماء للقطع الغيار اللي هي صانعينها عرب او مسلمين او غيره. لان كلها كلام يعني اما فرنساوي او انجليزي او طلياني او الماني، ما عندناش حاجات اللي هي نجم نفهموا بها الناس. وانا هذا نحاول انا قدر الاستطاعه باش نفهم الناس اكثر شيء ممكن على الحاجات اللي هي يعني إذا كان فهم فرق في حاجة معينة. تشوفوا الموتور من فوق نفس الشيء، يعني إنما فهم فرق في الديفيرونس في الفول بويسونس. مثلا تلقى الموتور هذا 100 شيفو، والموتور هذا كليو تلقى 80 شيفو، 90 شيفو. هذا الريفيرونس اللي يعني الديفيرونس اللي افيك انتر لي دو. عملية يعني سهلة ومعروفة، مش صعيب. تبقى في كل الحاجات يعني كيف نجم تقول يعني، حتى الموتور يركب الامام، انما هذا اكثر شيفو والاخر اكثر شيفو. وحتى كي تركب موتور الكليو على الميغان ما تحسش بفرق، وتركب العكس هذا ما تحسش بفرق لا هذا لا هذا. هي كل العمليه تخدمها كالكيلاتير هي تقرا الكومبريسيون تاع الموتور، وهي تتحكم في الانجكسيون وتتحكم في الجيار وتتحكم في كل شيء. هي كالكيلاتير يعني الأغلبية الموتور تجاههم الأمام، إنما كالكيلاتير هي تتحكم في كل شيء. يعني هذا مثلا الموتور الكليو، ها واضح يعني ما تشوف شيء فرق. وهذا موتور الميغان، فرق هذا في الديريت اللي خرج من فوق، اللي هو عندنا مثلا الميغان توا أقوى شوية، عاملها ديريت تربو، عاملها ديريت للأساس ما ريديتر تربو باش يبرد الهواء وعاود يرجع. ريديتر الكليو مثلا ما فيهاش. إن شاء الله استفدتوا من هذه الشرح، واللي عنده حاجة وتفضل يحب يسألني عليها وأنا يكتب تحت الفيديو. بالنسبة للمحرك اللي هو نبدو به، اللي هو لونسيان، اللي هو الدمرار نتاعه والستارتر نتاعه من تالي، اللي هو مثل هذا، هذا الدمرار نتاعه تسمى من تالي تحت التربو. المارش أو الستارتر الدمرار تحت التربو من تالي. هذا المحرك هذا يركب على جميع السيارات اللي هي كيف هو، يعني سواء كليو، داسيا، ميغان، اي نوع موجود فيه المحرك هذا بيكون الدمرار من تالي، يركب على بعضه كل اي نوع. شويه فرق في الاكسسوار البراني زي ما فهمتكم في الفيديو الاول، هذا الفرق. بالنسبه للمحرك للدمرار نتاعو من قدام ما يركب الا على السياره اللي فيها محرك من امام. كل السيارات اللي هي فيها محرك من الدمرار من الامام او الستارتر او المارش من الامام، اللي هو من هنا من جهه من جهه يعني مقبله الراديتور، اللي هو وراء
المولد وراها فلتر الزيت هنا فما الدمرر اللي هو يسموه نوفو موديل. يعني اللي بيركب المحرك هذا لازم يركبه على نفس السياره اللي فيها نفس المحرك اللي هو دمرر مقدام، لان فيهم فرق في البخاخات او الرشاشات او الانجكترات، وفيهم فرق في الممر، مش كيف كيف في الكمبيوتر بتاع السياره، مش كيف كيف. مش يعني الكمبيوتر بتاع المحرك هذايا اللي الدمرر من الامام يختلف عن الكمبيوتر بتاع الدمرر من الخلف، والبخاخات كذلك يختلفوا. ولهذا ما نحاولوش نركبوا النوفو موديل على الانسيان، تقع لنا فيه يركب ويخدم وكل شيء، لكن تقع فيه برشا مشاكل، هو يقربع هو يخض هو يدخن، فيها عده اشياء يعني تكون تقلق في المشكل هذا. ساعات الانسان يقعد يعاني، ساعات يلقى لها حل وساعات لا، يعني هو في المكان اللي هو فيه. ولهذا ننصح انا الاخوه اللي عنده محرك دمرر بتاع من الامام في 1.5 دي سي يركب خوه، واللي عنده محرك دمرر من الخلف يركب خوه، ما يركبش عكس بعضهم، لان ركب عكس بعضهم راه تصير له شويه مشاكل وشويه قلق في بعض الاشياء. انما المحرك ككل داخليا في البيستونات نتاعو، يعني في المكونات نتاعو من داخل، البساتم، الدنيا كل كيف كيف، ما فيش حتى فرق فيهم. طبعا نحكي على الدلفي انا، يعني مش على السماس، طبعا انا نحكي على الدلفي، السماس شيء اخر، اختلاف اخر. ولهذا يركب اي محرك يكون الدمرر مقدام سواء 85 او 90 او 95 او 110 نفس الشيء، الكالكيلاتر هي اللي تخدم الشيء، تخدم العمليه نتاع الفرق في الشفو. الكالكيلاتر وانا نقصد الكمبيوتر نتاع السياره هو اللي يخدم الاختلاف، لان القوة يعني نفس المكونات من داخل نفس المكونات. كذلك المحرك الدمرر نتاعه العكس اللي هو السرتر نتاعه العكس، نفس المكونات من داخل لكن يفرقوا في الكالكيلاتير في الكمبيوتر، يفرقوا في البخاخات اذا كان هو سياره دلفي. ولهذا انا ننصح ما تدخلوش في التبديلات هذه موديفيكاسيون منه ومنه، لان بعد تصير لكم مشاكل تقعدوا تعانوا فيها، واحيانا يركب ويمشي مسحي واحيانا لا. إن شاء الله استفدتوا من هذه الشرح، واللي عنده حاجة وتفضل يحب يسألني عليها وأنا يكتب تحت الفيديو، وماذا بكم الفيديوهات يعني أبعثوا لبعضكم، خلي الناس كلها تستفيد يعني تتعلم، ويعني والإفادة تبدأ للجميع والدعوة تبدأ للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام.